كاسك الاخر عزيز مثال شذية ظروف المباشر وتجمع تستعملش الكاسك يعني كيما تحب. بي مرحبا بك عزيز الرصاصي. مرحبا بكم ناس. اهلا وسهلا. بونجور عزيز. بونجور عزيز الرصاصي. كي نشوفوا نتفكر مشاكل الكهرباء ومشاكل الكياس والامبوتياج شفت هذيك الكل كي نلقاو عزيز نتفكروا علاش مش نحكيو اليوم عزيز. اليوم مش نحكيو كيفاش ندلوا كهربتنا. ايوه دونك بربي اقل ما فما اسوان خاطر تو اقل ما فما اسوان بون دلل كهربتنا هي عندها دو سونس يعني فما حاجه اخرى نحب نقولها تنجم تنطبق على الكهرباء. الوقايه خير من العلاج. ايوه خاصه يعني ديما نشوفوا تو ديما نشوفوا في الصيف برشا كهرباء بان برشا مشاكل في الطرقات دونك احنا ماذا بينا ندلوا كهربتنا باش هي بيدها تدللنا يعني نلقاو راحتنا فيها وكل. دونك فما تروز ليمون فما دي زيليمون حكينا عليهم المره اللي فاتت اللي هي لونتروتيان يعني الصيانه الصيانه هذيك تغيير الزيوت وكل شيء يعني الزيت في حد ذاته والماء نتاع الكهرباء كي تبدلوا الكهرباء عباره عطيتها شوكولاته يعني المجد حاجه اللي سامباتيك تبدل الروح نتاع الكهرباء الكل. ومن بعد نتعداو ديما تنظيف السياره خاطر قد ما تنظف ديما كهربتك نظيفه تنجم تخليك تشلق برشا حاجات. تنجم تشوف يعني فما دي ديتاي احنا ما نشوفهمش ديما حتى في كونترول نتاع زيت ولا حاجه خاطر تحل تحل الموتور كهربتك تنجم تكون فما فويت ما تراهيش تنجم تكون فما ديوريت سافا با دونك الدلال نتاع الكهرباء يبدا من الزيوت والانترتيان اللي نخلطوا للابيتاكل نتاع السياره. باهي دونك بالنسبه لل ماذا بينا موتورنا ديما نكون ممسوح. ممسوح بالكدا تشوف كان فما فويت نتاع زيت فما حاجه تبان لك او موا. الزيوت نتاعنا يكونوا ديما مبدلين اجور حتى قبل وقتهم يعني في التو في السيف حاولوا حتى قبل وقتهم ونتعداو لابيتاكل اقل ما يمكن باش نعملوه في لابيتاكل اللي هو تنظيف الكهرباء خاطر فما تراب كي ما تنظفهاش مره واثنين وثلاثه تولي صعيبه تنظيف الكهرباء. باش تولي يعني تظهر عليها الباب يعني الفا بخوندغ دلاج باش يظهر عليها فهمت. دونك احنا لهنا نحاولوا نلقاو كيفاش نخليو عندنا نهار وما تنجم واحد فينا يعمل نهار في الشهر الكهربته ما قلناش نهار في الجمعه. نهار في الشهر هذا انت وحدك ولا تمشي الميكانيسيان عزيز؟ نهار في الشهر يعني تنجم كي تعمل نهار تتعلم نهار تخصص لسيارتك تقوم الصبح تقول انا كهربتي هذيا ملي تمشي من تنظيفها وكل شيء ملي تعدى حتى الميكانيسيان يجي تفقد لي نحلوا نشوفوا فهمت نتفقدوا كل شيء في سيارتنا اي باش نجم داوم معانا الكهرباء. باهي انا باش نحاول ديما هكا نسال سؤالات يسالهم الكوميونيتي وفما ديما سؤالات غريبه كيف كونت يساجي وقت اللي نحكيو على الكهرباء عيديه تسال قالت انا ما فهمتش علاش ديما المراه تصرف على الكهرباء اكثر من الراجل. تخاف تقول لك تسير لي شيبان في ناس احنا احنا باهي لهنا المصروف تجاوب المصروف على الكهرباء دون كيل سونس في لونتروتيان ولا اي المراه تصرف المراه يعني الزوز يصرفوا كيف كيف النجم نجاوبك العكس الراجل يصرف اكثر الراجل يصرف اكثر بالحق والله خاطر ممكن يديتكتي اكثر بالخبره الراجل يصرف اكثر برشا من المراه يعني الحاجات حتى المراه ما تتوقعهمش هو تلقاه يصرف عليهم فما حاجه نحب ننصح بها برشا ناس كي حكينا كيفاش ندلوا كهربتنا مثلا في التنظيف في الكسوه المراه تحب كسوه مزيانه صحيح تحب كاش فولون لاني حكيت الكاش فولون راه الكاش فولون نستعملوه بعد ما تقدم الكهرباء مش باش نحميو به الفولون عمره ما كان يحمي الفولون راه يضر الفولون الكاش فولون الكاش فولون علاش؟ ما سي امبورتون الكاش فولون خاطر هو يعمل فروتمون بين الكاش والفولون أيوة. دونك تقدم حتى كهرباء ساعات انا اخر مره جاتني كهرباء اكسبرتيز يعني كي نحيت الكاش فولون كهرباء ماشي 60000 تشوف الفولون شنو صار له لصق بالسخانه يعني اللي كاش فولون اللهم باش تمشي تغلفوا جلد يعني جلد يتغلف ولا سيميلي كبير ويتخيط والا ما تستعملش كهرباء جديده ما تستعملش فيها كاش فولون ما تستعملش كاش فولون تحب تحط اوس ما يسالش باهي للكهرباء اما كاش فولون راهو ما يتحطش
بي. انا عندي سؤال من بعد معز. السخانه هذه الكبيره وحنا كان نهار حكينا اللي راهو سخانه اضرب في اثنين وثلاثه لداخل من الكهرباء، كيفاش نحميو البلار نتاع الكهرباء، الكهرباء لداخل؟ اعطينا حاجات دي كونساي اوتيل باش انت كي تطلع في الكهرباء تلقاها ابرد ما يمكن، وزيدا نخافوا خاطر تنجم تتضر الكهرباء بالسخانه هذه الكبيره وقت اللي تبدا سان زابغي انت باش توقفها في الشارع. تو انا كهربتي نحطها قدام الراديو راهو من 6 نتاع الصباح نهبط ساعات ماضي ساعتين وماضي 3 نتاع القايله نكمل من ذا. احنا باغ اكزومبل فما في السيارات فما دي برودوي اللي كيما نقولوا حتى دي كريم، فما دي كريم تاع وجه يعني كان نجم نسمي اكزومبل نغذيو به التابلو للشمس. يعني حتى كي يبدا مغذي التابلو دبور كو سوا بلاستيك ولا كوير ولا سيميلي كوير ديما يكون احسن، فهمت؟ اما كريم حتى عاديه هذيك النيفيا كريم عاديه الزرقاء هذيك نغذيو بها التابلو دبور والكوير والكوير. عمري ما سمعت. هي نغذيو بها كي يبدا بلاستيك حتى بلاستيك هو نعملوا فيه الكوير. يعني مثلا اللي عنده سياره جلد يستعمل الصابون دو مارسي ولا الصابون الاخضر نتاعنا ينظف به بالكدا ومن بعد يعمل التريتمون بالكريم هذيك تحمي من الشمس. تحمي يعني اكران انفيزيبل. تشوفوا نعمل اكران انفيزيبل للكهرباء. شفتوه اول مره كيف قال راهو الكهرباء كيف المراه كيف تدللها واحنا ضحكنا وقتها وكظهر بالكشف اللي بالحق معناها بشويه بشويه قاعدين نشوفوا مع عزيزه اللي سي فغي معناها نستعملوا الكريم هذيك الزرقاء اللي معروفه. هذيك اللي معروفه تنجم تنظف قبل ولا؟ لا ديما تنظف قبل ومن بعد كان عندك الجلد انت سياره الجلد تستعملها مش في القماش بالطبيعه. واضح سؤالك معز. فما برشا كراب كي ناخذوهم تلقى فما زيت خاطر قبيله تحكي على الزيت زيت كونسيي بار لو كونسيسيونير يقول لك الكهرباء فلانيه زيت الماركه فلانيه. احنا ديما توندونس نلوجوا الزيت الارخص. اسكو التوصيات هذيك هي عمليه تجاريه ولا خاطر الموتور يبدا في المردود الاقصى نتاعو كي تبدا فما الزيت هذاك؟ شوف لهنا حكايه الزيت هي تخالفوا عليها برشا حاجات. أنا كي نشوف موتور تصنع بالزيت معين مهما يكون حتى لو ياكل فيه الزيت نكمل بالزيت هذاك. وقتاش نجم تغير زيت واللي أنا ما نمشيش بها؟ نقول لك تغير تفوت كهرباء 100,000 تنجم تبدل الزيت. مو صحيح. ماهيش صحيح. أنا نقعد نمشي كان فما بان في الكهرباء ماكش باش تغير. يعني أنت عبارة كما نقولوها راسك يوجع وجع قاعدت في راسك وأنت تشرب في حربوشة باراسيتامول كما قلت قاعد انت تكمد في العمليه. اي لكن الزيت اللي موجود في اللي صنعوا يعني موجود في مع الورقه نتاع السياره مع اللي تخرج من عند لازم تقعد تستعمله لازمك تستعمله. كان الوكاله قالت لك بدلوا هذيك حاجه اخرى هي تحمل مسؤوليتها. واضح. شكرا لك عزيز الرصايسي. نلقاوك معنا كل نهار خميس وهذه كانت اوتوغرام. اوتوغرام الجو مازال دي جي ريميكس كيوب سامر هيز. اسمع الموسيقى وحفلها في نايت كلوب لي زاني بونور. وسبور غرام مال عيش غرامك مع سبور ماك على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف احلى. اولا سيف سناب ديوانا فام هي الموجة اللي توديك. ابدأ نهارك مع أحلى ناس الديوان وصبحية الويكاند مع ويكاند عالكيف. تبع